يرفض رئيس الجامعة اللبنانية الجديد الوزير الملك السابق عدنان السيد حسين بشكل قاطع مقولة أن توليه منصبه الجديد هو مكافأة من قبل الأكثرية لمشاركته في إسقاط الحكومة السابقة. وبعد ساعات على تعيينه من قبل مجلس الوزراء يذكر السيد حسين عبر الام تي في أن اسمه كان مطروحا كرئيس للجامعة اللبنانية منذ العام 2005 نظرا لكفاءاته وليس لتوجهاته. كل شيء نحن بلبنان منحب نسايسه ومنحب نعمله عمل فئوي، أنه عدنان السيد حسين لأنه أخذ موقف واستقال من الحكومة ممنوع له أن يكون رئيس الجامعة اللبنانية، وإذا عين رئيس الجامعة اللبنانية بدنا نشوف اللتهمة نلبسه إياها لأنه أسقط هالحكومة. أنا بالنسبة للحكومة ما بحب أحكي عن هالموضوع لأنه نحن عم نحكي خارج القضية، بس أفرض أنا ما استقلت بعد استقالة العشر وزراء، شو بصير بحكومتنا وشو بصير بالشارع؟ هذا في السياسة، أما في شؤون الجامعة اللبنانية فيجزم رئيسها الجديد بأن ملف أضراب الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين بسبب سلاسل رواتبهم سيعالج، وأن تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض ليس التفافا على مطالبهم، داعيا إياها إلى إنجاز عملها سريعا. بعتقد دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير التربية والوزراء المعنيين عموما هم على درجة من الوعي بأهمية الجامعة والمخاطر اللي بتهدد شبابنا في حال لم نهتم في الجامعة اللبنانية. أما بالنسبة للقضايا التانية اللي لها علاقة في الطلاب وفي المناهج وغيره، نحن حريصين على متابعتها وحريصين أنه تصير الدورة التانية لامتحانات الطلاب وألا تتأثر سلبا على الإطلاق، وأن يبدأ العام الدراسي قريبا إن شاء الله بشكل طبيعي. ويشير السيد حسين أخيرا إلى أن كل المشاكل وأهمها اللغط الحاصل بشأن تطبيق نظام الـLMD ستتم معالجتها بعد تعيين عمداء وتشكيل مجلس الجامعة اللبنانية، متمنيا تسهيل مهامه لأن الجامعة لكل اللبنانيين وهي مختبر للوحدة والتلاقي بحسب قوله. كشف وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أن التحفظ على تسمية الدكتور عدنان السيد حسين ناجم عن ورود أسماء مرشحين آخرين أحدهم يتقن ثلاث لغات ولديه نفس أعوام الخدمة التي يمتلكها السيد حسين الذي يتقن العربية فقط. وقال العريضي: إذا كان هكذا سنبدأ التعيينات، فلا نبشر اللبنانيين بأننا ذاهبون إلى تعيينات مستقيمة. العريضي وعقب جولة له على مرفأ بيروت سئل عن قضية التوتر العالي في المنصورية، فأكد أنه الوحيد الذي رفض توجه مجلس الوزراء في هذا الإطار، مشددا على أنه من الأفضل عدم اتخاذ قرار لا يمكن تنفيذه.